امبارح شركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي أطلقت برنامج الاستشاري الصغير جونيور تيم، واللي بيضم 15 طفل من مراحل عمرية مختلفة علشان يستعينوا بيهم في تقييم المواد التوعوية المقترح تنفيذها باعتبارهم الفئة المستهدفة. على الهاتف معنا محمد صلاح المتحدث الرسمي للشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. ممكن تقول لنا في البداية ايه أهمية هذا البرنامج؟ الطفل بيستفيد ايه وحضراتكم بتستفيدوا ايه؟ يمكن البرنامج ده لما أطلقناه علشان نعمل، يمكن خلينا أقول الأول مقدمة، إيه هي أنشطة التوعية وبنستهدف بيها إيه في الشركة القابضة وشركاتها التابعة. أنشطة التوعية بشكل عام على مستوى الجمهورية، عندنا فرق توعية على مستوى الجمهورية في الشركات التابعة بتقوم بتنفيذ أنشطة مع الفئات العمرية المختلفة للتوعية بأهمية ترشيد المية والحفاظ عليها. لكن علشان نبقى مطمئنين ان الانشطه بتتم بشكل سليم وبتحقق الغرض منها في ان هي توصل الرسائل اللي احنا عايزينها، بدانا ننشئ فريق من الاطفال اللي هو هيطبق عليه الانشطه دي او الالعاب التفاعليه دي او المسابقات او whatever، ايه هو النشاط اللي هيتعمل مع الطفل في الفئات المختلفه. عايزين نطمن ان هو يعني قادرين نوصل له بالطريقه اللي تناسبه او متناسبه لفكره. فلما جينا نصمم الالعاب التفاعليه او الانشطه او كتاب الرسم مثلا او اي نشاط بنعمله في التوعيه، شكلنا مجموعه من الاطفال من 15 طفل في اعمار سنيه مختلفه، بنبدا نعرض عليهم الحاجات دي قبل ما ننزل بيها على ارض الواقع ميدانيا نطبقها في المدارس او في النوادي او في الانشطه بتاعتنا في المناطق الجماهيريه، بحيث ان الاطفال يحطوا او يقولوا رايهم في النشاط ده فيتعمل عليه تعديل او اضافه بحيث ان هو يحقق الهدف منه. فبدانا فعلا المواد التوعويه اللي احنا بننتجها من كتب تلوين او قصص او اغاني او العاب تفاعليه بننفذها معاهم، بدانا ان نشرك الاطفال معانا اللي هو الاستشاري الصغير او الجونيور تيم، بحيث ان احنا نبدا نعمل تعديلات على الانشطه دي عشان نتاكد ان هي فعلا بتحقق الهدف منها وتوصل الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للطفل. ايه الرساله يا فندم اللي انتوا حابين توصلوها للاطفال؟ اهم رساله دلوقتي طبعا، وده هدف قومي شغالين عليه من فتره كبيره مش من دلوقتي، هو التوعيه باهميه ترشيد استهلاك الميه. عدم الاسراف في الميه والحفاظ على الميه والتوعيه باهميه الميه وازاي نرشد في استهلاكاتنا للميه. ويمكن احنا انتجنا عدد كبير جدا من الفيديوهات وبننشرها على صفحة على الفيسبوك اسمها كل نقطة بتفرق. الفيديوهات دي بتوعي الفئات العمرية المختلفة بإزاي نحافظ ونرشد في استهلاك المية. ويمكن استهلاك المية بقى هدف قومي دلوقتي بنستهدف بيه كل الفئات العمرية المختلفة من أول الأطفال للشباب لكبار السن، في إيه السلوكيات اللي المفروض نغيرها أو إيه الاستخدامات بتاعتنا الخاطئة اللي احنا المفروض نغيرها علشان نحافظ على استهلاك المياه. هو دي الرساله اللي احنا مركزين عليها الفتره السابقه ومستمريه معانا طبعا، في ان ازاي نرشد في الاستهلاك وازاي نحافظ على المياه علشان الاجيال القادمه تلاقي المياه تقدر تستخدمها. طب ده كلام جميل جدا ورسمي جدا، تعالى على ارض الواقع، انا النهارده عايز اجيب طفل، هفهم منه الرساله ازاي؟ يعني حد تاني يا فندم يقول لك انا اجيب خبير في السلوك النفسي، اجيب حد قادر على يعني ترجمة رسالتي للطفل بشكل علمي، لكن أنا أجيب طفل أخذ منه الرسالة إزاي؟ هو سؤال هايل يا فندم، بس هو أنا مش باخد منه الرسالة، أنا بديله الرسالة. تمام. أنا لما باجي أخذ منه باخد منه هل الرسالة وصلت له وأثرت في سلوكياته ولا لأ؟ يعني مثلا أنا من المواد مثلا اللي عملناها إن إحنا عملنا كتاب تلوين للأطفال، بتوصل الكتاب التلوين ده في رسومات بيبدا يلونها توصل له رساله ايه هي الميه وازاي نحافظ عليها وازاي الاستخدامات الخطا، مثلا رسمه حنفيه مثلا بتتقفل بتنقط فيتعامل عليها علامه خطا، او يعني مجموعه من الرسومات بتوضح او بتعبر عن ازاي نغير من سلوكياتنا واستخداماتنا للميه عشان نرشد فيها ونحافظ عليها. فبعد ما الطفل ما بيلون الكتاب بنساله ايه الرساله اللي وصلت لك من ده؟ فيبدا يقول اه ده انا المفروض اقفل الحنفيه، ده انا المفروض وانا باخد دش ما اخدش اكتر من 5 دقائق، ده المفروض وانا بعمل استخداماتي بغسيل السنان في كذا ما اسيبش الحنفيه مفتوحه. فاحنا بنوصل الرساله بشكل غير تقليدي. زمان الفكر القديم في كلاس روم ونعمل ندوه ونقول للاطفال
ايه هي المية وازاي تحافظ على المية، وابدأ في البيت قول لأسرتك ازاي نحافظ على المية ونقفل المية. لا النهاردة لما بدأنا ننفذ أنشطة ما بننفذهاش بشكل تقليدي في فصول أو في ندوات، لا احنا بنعملها معاهم في صورة ألعاب، لعبة بتوصل له رسالة ايه ازاي تحافظ على المية، أو قصة بتوصل له رسالة ازاي تحافظ على المية، أو يعمل مسرحية مع الأطفال ازاي نحافظ على المية، أو كتاب تلوين، أو يعني كلها أنشطة، كلها أنشطة تفاعلية الأطفال بتشارك، أكتيفيتيز الأطفال أو أنشطة بتشارك فيها الأطفال، مش مجرد فيديو توعوي بيتفرجوا عليه بس. ممكن حد دلوقتي يا فندم بيسمعنا بيقول طب ليه أصلا الأطفال، طب ما أنا يعني خلينا نطلق برامج توعوية أو حتى ندوات أو ما إلى ذلك، أي مكان شكل يعني المادة اللي هتوصل بيها المعلومة أو التوعية للكبار، ليه الأطفال؟ هو يمكن دلوقتي الأطفال لأن هو دي أكتر حاجة احنا مهتمين فيها في الأطفال، علشان الأطفال هم شباب المستقبل وهم اللي هيبقوا كبار بعد كده. لكن احنا في الأنشطة بتاعتنا ما بنستهدفش الأطفال بس، احنا بنستهدف كل الفئات العمرية المختلفة وكل فئة حسب الطبيعة والثقافة بتاعتها. يعني للشباب بنطلق مسابقات في الجامعات، بنبدأ نشاركهم في ملتقيات شبابية نوصل لهم الرسائل بتاعتنا، بنبدأ نشاركهم معنا في افكار وابحاث ازاي نقدر نعمل حلول غير تقليديه في الحفاظ على الميه. للكبار ورباط البيوت بنشاركهم معانا في ان احنا بنعمل لهم ورش سباكه خفيفه لرباط البيوت، وبنعلمهم ازاي لو الحنفيه بتنقط ازاي نقدر نعمل حاجات البسيطه بحيث انك تقدري تحافظي على الميه. ويمكن في حاجه الدوله متبنيها الفتره اللي فاتت هي القطع الموفره لاستهلاك الميه. القطع الموفره دلوقتي بتبقى متوفره في جميع مراكز خدمه العملاء التابعه لينا على مستوى الجمهوريه. وبدأنا نعمل ليها دعاية بشكل كبير ان هي بتركب في مخارج المياه فبتقلل من كمية الاستهلاك، فبشكل كبير بتحافظ على برضو الاستهلاك المياه او بتقلل من الاسراف في المياه. فسؤال حضرتك برضو سؤال مهم جدا، احنا مش بنستهدف الاطفال بس، يمكن علشان الجونيور تيم احنا عملناه فبدأنا نتكلم عنه دلوقتي، لكن احنا بنستهدف الشباب، بنستهدف رباط البيوت، بنستهدف طبعا يمكن مش من دلوقتي، من زمان هو طبعا الشكل التوعيه نفسه اختلف، لكن هي الفكره بس. ممكن حتى طب ما خلاص طب ما تبقى كلها للكبار، والاطفال كده كده عايشين مع اهاليهم في البيت فهيشوفوا الكبار بيعملوا كده فهيتعلموا. فعشان كده كنت حابه اعرف من حضرتك ليه اتحركتوا ناحيه الاطفال؟ او يمكن عشان الاطفال كمان، يعني المثال اللي حضرتك بتقوليه اعكسيه، يعني لو انت بتقولي الكبار فالصغيرين هيشوفوهم، دلوقتي انا بوصل الرساله من خلال الصغير للكبير، لما بيلاقي باباه فاتح الحنفيه بيقول لبابا اقفل الحنفيه عشان الميه. فلما باجي استهدف الطفل انا ما بستهدفوش لوحده، انا ببنيه علشان يرجع البيت ياثر في الاسره كلها. طبعا. بحيث ان الفكره اللي جات له او الحاجه اللي هو اتعلمها من الاكتيفيتي اللي عملها، الانشطه اللي عملها معانا دي، يبدا هو يرجع لاخواته ولاسرته يقول لهم يا جماعه لا الحنفيه مفتوحه، اقفل الحنفيه، ما تستخدمش كذا، فيبدا يوصل رسائل للاسره كلها. فبالطريقه دي بوصل بطريقه غير مباشره للاسره كلها. طب ازاي هيتم يعني قياس هذا التفاعل؟ هل عندكم وحده لرصد او شخص لرصد التقييم لهذا الامر؟ محلل يعني انا النهارده باخد اجابات من الاطفال وبديهم توعيه وبعمل لهم كلام، هل انا بقى عندي فيدباك لده يا فندم؟ احنا قبل ما بننفذ الانشطه مع الاطفال في المدارس او في النوادي او في الاماكن التواجد بتاعتهم بنعمل لهم حاجه اسمها قياس قبلي، انا عايز اعرف الطفل اصلا وصل له المعلومه لحد فين. ايوه. فبنبدا نسالهم اسئله، هو انت عارف الميه بتيجي منين؟ هو انت عارف لو مثلا حد فتح الميه هل ده سلوك بدون استخدام ده سلوك خطا ولا لا؟ عظيم. هل عارف فبنقعد نديله شويه اسئله، الاسئله دي بتدينا معلومات عن المستوى المعرفي عند الطفل في معرفته بالميه وترشيد استهلاك الميه. وبعد كده بننفذ معاه النشاط. النشاط لما بيتنفذ في مده محدده في يعني او اكتر من نشاط بنبدا نعمل قياس بعد تنفيذ النشاط. نبدا نساله اسئله تاني، نشوف هل النشاط اللي هو اتنفذ معاه ده ساب اثر عنده وضاف ليه او عرفه او ازاي يحافظ على الميه وايه هي الميه وازاي رشد في استهلاك الميه. من هنا بنعمل تحليل البيانات دي، نعرف قبل ما ننفذ الانشطه المستوى المعرفي للاطفال كان واصل لحد فين، وبعد ما نفذنا النشاط ايه الاضافات او ايه اللي ضافه النشاط للطفل
او للاطفال، فنقدر نعرف استفادوا او اثر فيهم لحد فين، وبنعمل تحليلات بالفعل للبيانات دي عشان نشوف مدى تاثير الانشطه دي على الاطفال وتطور المستوى المعرفي عندهم عن الميه وترشيد استهلاك الميه. بنشكرك استاذ محمد صلاح المتحدث الرسمي للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. تجربه اعتقد انها جديره جدا بالدراسه والتحليل، ومحتاجين نكررها في اكثر من مؤسسه حكوميه.